في سابقة دولية خطيرة اجتاحت قوات سعودية وإماراتية البحرين في منتصف مارس من عام 2011 للمشاركة في قمع الثورة الشعبية المتصاعدة والتي تطالب بإسقاط النظام الحاكم وتقرير المصير. إسقاط النظام الشاح. وفي الذكرى السنوية الثالثة للاجتياح نظمت القوى الثورية المعارضة في البحرين مسيرات حاشدة خرجت بعنوان جمعة مقاومة المحتل دعما لمقاومة الاحتلال بكل الوسائل الممكنة. جزيرة سترة شهدت أضخم التظاهرات حيث شارك الآلاف في مسيرات خرجت في ثلاثة جولات في الصباح وبعد الظهر وفي المساء. ولم تقتصر التظاهرات على بلدات سترة فقد نظمت في بلدات توبلي وجبلة حبشي وسماهيج والنبيه صالح والهملة ومقابة وجد حفص وسار والمالكية وشهركان وكرزكان والنعيم وعالي والعكر وبني جمرة إضافة إلى عشرات المناطق الأخرى. المتظاهرون عمدوا إلى حرق أعلام درع الجزيرة وتجديد مطالبتهم بإسقاط النظام الحاكم في البحرين الذي وصفوه بالفاقد للشرعية رافضين أي تسويات سياسية لا تفضي إلى إسقاط النظام وتقرير المصير. من جهتها اعتدت قوات النظام على التظاهرات وقمعتها بالغازات الخانقة والقنابل الصوتية والرصاص الانشطاري الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين من بينها إصابة حرجة لمتظاهر في بلدة عالي وقد رد المتظاهرون على القوات برمي الحجارة والزجاجات الحارقة.